تسريب على موقع معرضانات.com. أنا إنسان طيب على أكتر إنسان ليه الخيانة بقت مطر طلعت من القلب لكن ما عرفش كرك ليا ليه أول أوتي كرموز أوني وان مع أي حد خان أي ود وعشرته هانيت كلام بجد ما لقيتش رد خيانه كلي بالي صاحبي تمام رشاش كلام كلمة صاحب خاني باي باي سلام شدوا الحزام يا صاحبك هاني سكة اوهام وكله راح ورمى نفسه في سكة حرام ومن حس بغلطه في يوم من الايام بقينا احنا في فيلم شمال غير الافلام عشتي خطر شنطه سفر هلم في حالي اروح باريس اروح قطر يمكن اروح بالي ليه الخيانه بقت مطر طلعت من القالي خدمه صحاب حد الجمعين دي شحنها غالي فقلنا اشطاط بياخد فكرنا على سكه النسيان انا بانسان طيب على اكتر انسان ده جوه اغل ليك وبره بقى غلبان قطر اللي خان ملوش ببال هتموت بقى يا غالي ملهوش امان زي الزمان لو صابوا بالقليل يضرب عيار يدوي السنين ما هو صوته عالي هو فعله يابا مش فيستو فيست اغفل وحالي ما بقتش بخاف واخد كشاف وكل خلطة مكتوبة بقلم الجاف عشان لو مكتوبة برصاص مش هتتشاف انا مش بخاف ما هو مين بقال انا مش بقلكم من يوم ما جيت ما انا اتبنيت علشان صافلكم ثابت وجود والسرور قد داخلكم ما بلاش تعيشوا دور الاسود لا اللي منكم صاحبي كل شيء ساكن جواك ده احيانا بتطلب بالصراحة معاك لكن ما عرفش كرك ليا ليه اوقات قلبي فصل بدي عسل عصير سبت سبتا شفتك قصادي قلت وصل جمل ما في السيوف اسمي بيخليك تسف تراب اهون من الحبيب لو زودك حساب انا صعب يوم ابعد واسيبك انت يا روحي جنبي في اي حاجة حلم من طموحي بلاش في يوم تغيب عني او تروحي كلامك انت ده دوا بيداوي جروحي انت ملاك قلت اضحي بس قلبي معاك لو هتبعد يا ما بتقول استناك قصدي شفت الحب انا ساكن جواك حلقونه يابا معرف انه نجم المواد وعبده مزيكا يعني سلطان المجال وشمس الناسف لما بيكتب امز لسان واحمى القط ده لما يوزع عمل زلزال قلنا الإدارة ده ياسر الشيخ كلمته مسموعة وحمو الروكا والجعفر اصحاب المجموعة 2020 واستوديو لايك اسمينا مسموعة وحمى سعيد يعني المقاتل اصحى يا دلوعة